السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا، لو تكرمت في الأحداث التي نعيشها يعني الآن، ما موقف حضرتكم من مما يحدث في البلاد، خصوصا بعد إعلان الجيش يعني إمكانية أن يحدث هناك انقلاب أبيض بعد 48 ساعة من اليوم؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني بداية أريد أن أقول بأن مصر يعني حسبها الله عز وجل وجعل لها مزية وخصيصة لم تكن لغيرها من البلاد، باستثناء مكة والمدينة. فالله تبارك وتعالى أرسل رسلا وبعثهم إلى أقوامهم فكذبوهم، فانتقم الله تعالى من المكذبين في بلادهم، إما بالإحراق وإما بالغرق وإما بالهدم. ولكن عندما أراد الله تعالى أن يعاقب آل فرعون أخرجهم من مصر، سبحان الله، فخلفوا في مصر الجنان والقصور والجنات. وقال ربنا عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون، الآيات. وبالتالي بإذن الله تبارك وتعالى مصرنا ستبقى بإذن الله تعالى يعني عزيزة لما ادخر الله تعالى لها من حياطة الإسلام والمحافظة على ثغوره والقيام على بيضته. وفي تصوري أن ما حدث في المشهد في الوقت الأخير، يعني المسألة ببساطة أنهم يريدون قضم إصبع الإخوان الذين هم الحزب الحاكم في مصر. هم صرح بذلك شيخنا، يعني قال يريدون قضم إصبع الإخوان حتى يستجيب الإخوان لمطالبهم الحالية والمستقبلية. المطالب الحالية وهي الحرية المطلقة للعلمانيين ومساواة النصارى والأقليات بالمسلمين. عندئذ يرضى المجرمون عن الإخوان وعن مرسي، وعندها يتم تخفيف الضغط عنه، سواء من القوى التي تسمي نفسها قوة ثورية أو المتعاطفين معهم أو القوى التي يعني لا تفهم شيئا من المشهد إلا أنها تكفر سواد أهل الباطل، عافانا الله تبارك وتعالى. أما في المستقبل فيطلب من الحكومة الموجودة في مصر أيا كان شكلها أو حالها أن تمضي على بياض، على وثيقة تأمين النظام الإسرائيلي والمحافظة على حدوده وثغوره. الأمر الثاني عدم الوقوف في وجه المشروع الرافضي المتوغل في بلاد العالم الإسلامي، نمرة 2. نمرة 3 تأنيس الاتجاهات الإسلامية المتشددة. هذه هي المطالب الثلاثة الاستراتيجية في المستقبل. الحكومة إذا قامت بالمطلبين المطلوبين حالا فيما يتعلق بالأقليات والنصارى وما يتعلق بالعلمانيين الماركسيين والديمقراطيين والمتميعين، هؤلاء جميعا سيتم حل كل المشاكل الحالية ليتم تجهيز النظام للخطة المستقبلية. وفي ظني أن أفضل من يقوم بالخطة المستقبلية ليس نظاما يساريا أو علمانيا بقدر ما هو نظام يتسم بالصورة الإسلامية. وبالتالي ليس من مصلحة أمريكا ولا من مصلحة المنظرين الاستراتيجيين على مستوى منطقتنا أن يسقطوا النظام الحالي، ولكن لابد من تهذيب النظام الحالي، إن عن طريق الجيش وإن عن طريق المظاهرات. وبالتالي أنا لا أتصور سقوطا لمرسي كما يقول خلال 48 ساعة، وإنما أتصور يعني مشاهد أخرى والأيام حبلى بأحداثها. ووصياتي لإخواني الصبر والاحتساب والالتفاف حول العلماء الربانيين الذين لم يخالطوا حزبية ولا ديمقراطية، وفي الوقت نفسه لم يطلقوا ألسنتهم للخوض في الأعراض وفي الناس هنا وهناك. أحسن الله. وفي الوقت ذاته أيضا لم يتبنوا المشروع القتالي الذي يجبر الناس على وضعية معينة، وإنما يتبنون منهج الأنبياء
المتمثل في الإصلاح والنصيحة والعلم والعمل والدعوة ونفع الأمة. على الإخوة أن يصبروا وألا يخشوا مواطن ولا أماكن الفتن، وأن ينشغلوا بما ينفعهم. والله تعالى أسأل أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ العبادة والبلاد وسائر بلاد المسلمين من كل ظلم وبغي وشر وفتن، فإنه سبحانه وتعالى رب جواد كريم. اللهم امين. شيخنا انا عندي بس سؤال، يعني بدا تردد الان من كثير من الاخوه عن أيوة. مشروعيه النزول في الميادين، لان يعني بدا كثير من الهيئات العلميه او الجمعيات او الاحزاب او بعض المشايخ يصدرون فتاوى ان الموت عند في ربع العدويه او عند الاتحاديه شهاده في سبيل الله، وانه لابد من النزول للدفاع عن شرعيه الرئيس، لان الدفاع عن شرعيه الرئيس هي دفاع عن الشريعه. فيعني بدا كثير من الناس يتنادون بهذا، سامحهم الله. فهل يعني والله يعني والله ليسوا افضل من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الذين عندما راسلوا عثمان بن عفان لكي يحوطوه ويحفظوه ويمنعوه ويتلؤوه منعهم من ذلك، فلم يقولوا انه لابد من المحافظه على شرعيه عثمان بن عفان فخرجوا بسيوفهم وضارت حربا ضروسا. نعم. لن يقولوا ذلك. يقول أن هذا حال خاص بعثمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه يموت شهيدا، لكن ليس هذا هو الأصل الذي يعني يفعله بقية الأئمة. سبحان الملك، هذا الكلام كلام غير جيد، لأن التخصيص لا يكون إلا بدليل. نحن في إطار تأصيل الأحكام، فتأصيل الأحكام تدور على العموميات لا تدور على الخصوصيات. فهذا كلام يعني غير جيد غير سديد. اللهم صل على نصحت فضيلتك الاخوان ان لا ينزلوا الى الميادين او يحتشدوا في مظاهرات. طبعا 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 عليهم بالدعاء وان ينشغلوا بما ينفعهم، وان يتكلموا مع الناس في دين الله عز وجل، وان يحببوهم في شرع الله سبحانه وتعالى، وان يجمعوا اولاد المسلمين يحفظوهم القران ويعلموهم العلم. هذا امر حسن وجيد ان شاء الله. بارك الله فيك شيخنا واحسن الله اليك. واياكم بارك الله فيكم. الله خيرا. شكرا الله لك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك.